المعارك في ريفي إدلب وحماه لا تكاد تتوقف، فبعد عمليات الكر والفر التي تلت المرحلة الأولى من معركة رد الطغيان والتي خاضتها الفصائل الثورية ضد قوات الأسد، تمكنت الفصائل الثورية من شن هجوم جديد وبشكل أقوى على مواقع قوات الأسد والميليشيات الموالية له في ريفي حما وإدلب. أسفر هذا الهجوم عن تحرير نحو 23 قرية من القرى التي سيطرت عليها عصابات الأسد مؤخرا، وأسفر هذا الهجوم أيضا عن قتل ما يقارب 37 عنصر من عصابات الأسد خلال 24 ساعة الماضية، كما تم تدمير 3 دبابات لعصابات الأسد واغتنام 3 دبابات أخرى. المعارك ما تزال مستمرة رغم هذه الأجواء الشتوية والمطر الذي يتساقط. لا تتوقف هذه المعارك، ويصر الثوار هنا على أن يكملوا طريقهم حتى تحرير كل المناطق التي خاضت التي سيطرت عليها عصابات الأسد في ريفي إدلب وحماة مؤخرا. سياه نوع سيخوي 25 بالمضادات الأرضية. نحن الآن في المكان الذي سقط فيه حطام الطائرة الروسية. هذه الطائرة من النوع الحرب الرشاش كما يطلق عليه أهالي المنطقة هنا، تقوم باستهداف المناطق المنطقة تقوم باستهداف الطرقات وقطعها برشاشاتها الثقيلة، تقوم باستهداف السيارات التي كانت تخرج من وإلى سراقب. يتم استهداف هذه السيارات من قبل الطائرات الحربية الرشاشة. تمكن الثوار إذن من إسقاط هذه الطائرة، وهي طائرة حربية روسية، من إسقاط هذه الطائرة. فرحة كبيرة لدى الأهالي هنا، لا سيما أن هذه الطائرة قتلت الكثير من أهاليهم، قتلت الكثير من النساء والأطفال. في الأجواء الآن طائرة حربية روسية أخرى ربما تستهدف المنطقة بأي لحظة. حطام الطائرة شاهد على الإجرام الروسي وعلى المقاومة العنيفة من قبل الثوار لهذا الإجرام. ما زالت النيران مشتعلة في المنطقة. الجدير بالذكر أن الطيار قد ألقى بنفسه عبر مظلته الهوائية قبل اشتعال طائرته. هناك معلومات أن الفصائل الثورية قد قامت بإلقاء القبض. طائرات حربية تابعة لنظام الأسد باستهداف مدينة معرة النعمان بغارات جوية مكثفة، مما أدى لحرائق ضخمة في المنطقة وسقوط ضحايا وجرحى نتيجة هذا القصف. الطائرة الحربية تابعة لنظام الأسد ألقت كامل حمولتها على الأحياء السكنية في مدينة معرة النعمان. حرائق اشتعلت نتيجة اشتعال نيران في سيارات المدنيين. دمار ضخم خلفته الغارات الجوية. هناك العدد كبير من الجرحى كما تخبرنا المراصد. أخبرتنا فرقة الدفاع المدني أن الضربة توسعت على عدة أحياء في مدينة معرة النعمان، مما أدى لسقوط أعداد كبيرة من الجرحى واشتعال حرائق ودمار كبير. هناك عملية عسكرية بشعة بعد اللقاء الذي بعد اللقاء الذي جرى في موسكو يوم أمس. هناك تصعيد كبير من قبل طائرات الاحتلال الروسي وطائرات بشار الأسد، يتجلى بقصف المنطقة وحرقها بشكل كامل. عشرات الطائرات حلقت منذ الصباح وحتى هذه اللحظة في أجواء ريف إدلب الجنوبي، واستهدفت بشكل مكثف الأحياء السكنية فيها. يحدث في سوريا أن تحلق 13 طائرة في وقت واحد، يحدث في سوريا أن تحلق 8 مروحيات في وقت واحد تستهدف الأحياء السكنية فيها. عملية حرق للبشر والحجر. ربما نحن بحاجة لأن نبحث في كل يوم عن مفردات جديدة علها تساعدنا بأن ننقل الصورة البشعة التي تجري للعالم. اللغة العربية عاجزة عن وصف ما يجري هنا في إدلب. سرب من الطائرات يحلق في سمائنا ويلقي كامل حمولته على منازل المدنيين في مناطق ريف إدلب. عملية حرق للبشر والشجر. الطائرات الحربية ما تزال تحلق في أجوائنا حتى هذه اللحظة، وما تزال تستهدف الأحياء السكنية والمنازل ومنازل المدنيين